بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أنيمال فاكتوري. اليوم مو معنا مربي، اليوم معنا الخلوق والعزيز الدكتور عبيد العازمي. أبو خالد، أبو خالد شلونك؟ الله يسلمك. طيب. هلا فيك. الله يسلمك. طيبين. الله يسلمك. أول شيء شكرا لاستضافتك لنا بالعيادة. حياك الله مكانك. الله يسلمك ويحفظك. تنورون. هفو عليك. جزاك الله خير. بنورك إن شاء الله. أبو خالد، نبي نتكلم أول شيء بدايتك أنت. تمام. شلون جيتك، شلون فكرت انك تصير دكتور بيطري؟ والله سبحان الله صارت بالصدفه. يعني انا دشيت دبلوم بيطره سنه 2000 سنه 2000 دشيت دبلوم بيطره بالكويت، قعدت سنتين وطلعت. كنت عسكري بالحرس الوطني ما شاء الله، قوات خاصه، طلعت منه و دشيت دبلوم بيطره سنتين ودشيت بالهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه مساعد دكتور سنه 2002 بلشت. مساعد دكتور. يعني انا عندي بعد الثانويه سنتين دبلوم بيطري ملاحظ بيطري اللي هو مساعد دكتور. تمام. وبعدها بسنه سنتين كمل دراسه برا، اخذت بكالوريوس وصرت طبيب بيطري بالهيئه العامه لشؤون الزراعه والثروه السمكيه. ما شاء الله. هذا متى دكتور؟ سنه 2008 اخذت بكالوريوس، وطبعا طلعت من الهيئه العامه لشؤون الزراعه 2016 و2000 يعني من رجعت انت بعد البكالوريوس كنت معاهم؟ معاهم من 2008 ل 2016، طلعت سنه 2016 من الهيئه العامه للزراعه على اساس قطاع خاص. تمام. و2016 اخذت ماجستير، طبعا دراستي ماجستير 3 سنين و10 شهور، يعني هي المفروض كانت سنتين وشهرين، بس شوي الدكتور اللي انا مختاره شوي صعب. أي. فما شاء الله ما قصر، خلصتها ب4 سنين إلا 3 شهور ما شاء الله. اللي هو ماجستير طب شرعي وسموم، وحاليا الحمد لله ادرس دكتوراه. توني قبل اسبوعين مخلص امتحانات، والله يسهل الامور. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. شنو الخطه القادمه؟ تسهل ان شاء الله، راح نفتح ان شاء الله مستشفى 24 ساعه اذا يسر ما شاء الله تبارك. وتضم جميع الحيوانات ما شاء الله. يعني راح نحاول حتى وياهم حق حيوانات ثانيه، مو راح يكون في تخصص. جميع التخصصات موجوده، طيور، قطط، كلاب، وانواع ثانيه من الحيوانات ان شاء الله. ما شاء الله. عسى الله يوفقكم ان شاء الله. اللهم اجمعين يا رب. طبعا هنا بالكويت عندنا اكثر المشاكل اذا انت ملاحظ دكتور على القطط. تكلم عنهم شويه. والله جميع الحيوانات، المشكله بالكويت كلها في مستشفيات يعني معدوده، يعني خصوصا حق حيوانات اليفه. تمام. تنعد على الاصابع. حيوانات اكثر الحيوانات الشارده اللي بالشوارع تبي تساعد او شيء، ممكن الواحد يروح يبي يساعد بس ينصدم بالسعر. يعني مستشفيين او ثلاثه واسعارهم خياليه طبعا. ممكن يتراجع يعني. جدا. يعني فوق 600,000 دينار، فالواحد ممكن ما عنده او ما يقدر يغطي. اي مرات الله يجزاهم خير جروبات تسوي يعني مساعده او قطيه كذي ويساعدون الحيوانات. نفس الطريقه كلاب. طبعا بالكويت طيور معدوم، ما في دكتور خاص للطيور. يعني اخصائي او في مستشفى للصدور. اي بس يعني مو ما فيها الامكانيات الكامله. طيور بصفه عامه كواسكو وبلابل السوالف هذه بالكويت ما في. والمشكله المراجعات هنا شوي صعبه، ولا كدوله هذا ما في. وبلغناهم كلمناهم اكثر من مره، الاجراءات الرسميه بالكويت دائما صعبه، مصعبينها المسؤولين، يعني حيل مصعبينها. تسوي شيء يطلع لك بشيء ثاني. صحيح. على اساس كذا الواحد ما يجي او ما عنده استعداد يغامر بشيء بالنهايه يطلع ضده، انه ما يجوز او ما يصير او ما في مكان. يعني مستشفى خاص دوله كامله، مستشفى خاص طيور ما فيها. ما فيها. صحيح. ما فيها. يعني تكافؤ الفرص او يعطون فرص، هذا لا ما في. طريق واسطه يمين يسار، احنا والله قاعدين نجتهد والباقي على ربك. يعني أكيد. قاعدين نحاول بطيور، نحاول بكذا. أكيد. ولكن حتى احنا الامكانيات نقدر نجيبها، بس ما عندنا المكان اللي يساعد، لان اجراءاتهم شوي صعبه. عدل ابو خالد، ما شاء الله يعني على الكلام اللي تقوله، احنا ما شاء الله دوله يعني على الطيور طالبيه، ككواسكو كصقاره عندهم ابداعات والله، في مبدعين يعني، في ابداعات. وعندنا مربين انا اعرفهم شخصيا، مربين طيور يعني والله للامانه الطيور اللي عندهم تسوى وغاليه، وعندهم ما شاء الله. صحيح. منتجين طيور بالكويت يعني شغلهم واضح ما شاء الله، ابداعات ما شاء الله يعني. ابداعات عندهم، قاعدين ينتجون افضل طيور عالميا، بس كمساعده او انه شيء متخصص ما في للاسف ما في. شنو اكثر الحالات اللي قاعد تشوفها؟ كلها كسور، امراض، اجهزه، حتى الجهاز منظار ما منظار للطيور. يعني قاعدين نحاول نجيب اجراءات صعبه والله. شنو المشكله يعني
ما الجهاز والله مو على الجهاز، على المكان. يقول انا ما يسوى اجيب لي جهاز ب 4-5000 دينار وبالمقابل ما يعطوني مستشفى رسميه. اي ممنوع تعالج طيور. زين اوكي انا اجيب اخصائي طيور؟ لا لازم تسجله. اي ما تقدر لان ما تعطيها مستشفى كامل. تمام. فعندنا هني ما صعبه، صعب الاجراءات صعبه، مو المسؤولين صعبين. ان شاء الله مستقبلا نقول ان شاء الله تتعدل. الله يسهلها ان شاء الله. اتمنى والله. يعني حاولنا احنا وياهم، توني انا ماخذ مكان خسران 10000 دينار، بالنهايه انا الغلطه طلعت فيها. اي لانه هو قال اخذ الدور الاول والثاني، يوم اخذنا قاعد يقول لا، يوم رحنا البلديه قال يقول ممنوع لازم ارضي. انت اخذت موافقه اول شيء انك تاخذ موافقه؟ اي عندي موافقه وكل شيء. يوم اخذت دور اول وثاني مستشفى كامل. تمام. قال لازم ارضي. تمام. ما في ارضي. زين فهو يقول انا مو مسؤول يعني. اي لانك هيئه غير عن بلديه غير عن اشغال غير عن تجاره غير يعني كل واحد كله كلمه ثانيه. ما تدري الخطا وين. ما تدري. ما تدري عندنا والله ما تدري. وخساره. عسى الله يعوضك خيرا ان شاء الله. مع ان للامانه انعرض علي مستشفى خلال اسبوع، مستشفى وصيدليه ومخزن اعلاف ما اعلاف بالامارات خلال اسبوع، بس انا رفضت الشغله هذه لانه ياخذ النص بالنص وهو مو قاط شيء. تمام. فخلال اسبوع انا اقدر اطلع الثلاث اشياء هذه. صحيح. ما هني ماكو، هني الحين ثلاث سنين على الفاضي. ثلاث سنين راحت ما طلعت. على الفاضي. ان شاء الله تطلع. ان شاء الله يا رب. باذن الله. الله ان شاء الله احنا وياهم. نتكلم عن موضوع الانقاذ بخالد، متى بلشتي او شلون فكرت فيه؟ والله بالصدفه يعني قبل يمكن على سنه حيوانات الانقاذ عزك الله. يعني على سنه تقريبا 2008 2009 قاعدين يجيبوا لي حالات فيها جروح، فانا انصدم للامانه، قاعدين يقولون نوديهم اماكن ثانيه شوي غالي وكذا وهذا، فطالع الحاله اللي قدامي سهله مو صعبه. سهل علاجها. هي يعني جرح مفتوح خيار بس هي تنظيف مضاد حيوي مضاد التهاب لمده 7 ايام واموره تصير زينه. بس انصدمت ان قاعدين ياخذون او يبالغون بالاسعار بالكويت. صحيح. فبلشنا تجاره. اي والله قاعدين نساعد الوجه. لا والله ما اخذنا شيء. لا اقول لك هي تجاره. ف شوف الطب البيطري عموما اذا الناس ما تاخذه كتجاره، وميزه الطب البيطري ان اكثر الدكاتره يطلع الدكتور الثاني سيء على اساس الناس تجي، فهذا شيء خطا. ما في مشكله لو يفتح واحد زين ثاني ثالث رابع، كل واحد ياخذ نصيبه. بس المشكله هني يعني انا قاعد الاحظها الحين من ناحيه التطعيم. التطعيمات اللي نجيبهم كمثال، يجوني ناس يقولون احنا رحنا مستشفى ثاني طعمنا، التطعيم ممتاز 5 ستار امريكي ما عليه كلام. طبعا. يروحون المستشفى يتعاملوا ويا تطعيم ثاني امريكي فيقول له هذا مو زين هذا زين، نلغي هذا. وهو زين الاول والثاني زين، بس قاعدين يضربون بعض حقهم. اي كل واحد يضرب الثاني على اساس ما يجونك يجوني. طبعا. فهذا الدواء امريكي وشركه فايزر، يعني ما اقول لك انه شركه ضعيفه او شيء، اقوى شركه عالميه. يضربون بعض. اي يضربون. ميزه الطب البيطري كذي، لو واحد يشتغل بشغل زين وصارت الحاله زينه وكل شيء وراح لطبيب ثاني بس ياخذ استشاره، يحاول يطلع الثاني خطا قليل. يعني تلقى يقول ما نبي نظلمهم، 5% دكاتره عند يعني يقول لك الصحيح، بس أي. الباقي 95% والله ما يقول لك الصحيح. وهذه ميزه انه يبي يكسب زباين. اي بس غلط، تدش من باب انه كذب السوالف هذه. صحيح. هذا شرعا ما يجوز. اكيد طبعا. يعني تجيني حالات والله حالات قاعدين يشتغلون فيها خيط داخلي خيط اسود ما يذوب، اطالع والجلد مفتوح وقاعد اقول كذا كذا، ويدقون على الدكتور يقول لا انا حاط خيط يذوب قدامي، خيط اسود موجود قدامي. اي خيط بعد اغنام مال حيوانات كبيره مو قطط، يعني ما تحملها الغضب. لا فيقول لا خيط يذوب، ليش الكذب ما ادري. الله يزين دكتور، انت اللي بادرت فيها والله. انا جاني كذا واحد وحاولنا نساعدهم، والحمد لله دشيت بجروبات انقاذ ودشيت ساعدت ناس واجد، فضل من الله الحمد لله. ما اخذت منهم الحمد لله، فضل من الله لك. وما فكرت من الناحيه الماديه والحمد لله طلعت منهم. والله احنا سمعنا ابو خالد انه يعني حتى لو كانت فيها يعني مبالغ رمزيه ما تذكر. والله انا فرق انقاذ للامانه ما اخذت منهم شيء، مع انه يعني هم بعضهم يعني ما اقول لك كلهم، بعضهم يستغلونها من ناحيه ماديه يعني شغله تجاريه. اها هم فيها استغلال جدا، ما تخلص منهم خالد. لا لان هم ياخذون يعني مثلا اذا بياخذ تبن، لان هم يتعبون اولا واخيرا يتعبون، فياخذ مبالغ رمزيه 30 دينار او 50 دينار. تمام. وبعضهم سبحان الله اذا صارت فلوس هذا قدامه يعني تغير الامور، بدايه بيساعد بالنهايه يقول لا باخذه من ناحيه تجاريه. جميل. او بفتح لي محل او 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 على قولتهم الفلوس تغير الفلوس. لا جدا. اي لا صح فعلا، بعد ما فعلا اذا شاف وصار عنده قابليه وناس تابعوه كذا وهذا، يبدا من ناحيه انه هو يبي يستفيد وقاعد يساعد.
وطبعا اي فرق انقاذ او شيء اذا تبي لازم تسال يعني قبل لا تودي الحيوان لي جروب او شيء تسال عنه، لازم ناس ثقه، اذا مو ثقه مشكله، لان حرام تودي لهم الحيوان وياخذون فلوس وبالنهايه يذبحونه. ما خدمت، انت خسرت فلوسك، خسرت الحيوان. يعني ان شاء الله عند الله ما انت محاسب، بس ما نعم صحيح اي، بس احنا نوجه للصحيح يعني ما نخاف من احد اكيد. وطبعا في بعض الجروبات تشتغل تبع ياخذون نسبه او من مستشفى او ياخذون يعني من المستشفى قال له تعال عندي. اي هذا شيء يعني بيني وبينك، اذا ما سويت كذي يعني انا اوكي انت مستشفى نتعامل وياك، اجيب لك حالات اطلع لك بالشهر مثلا 5-6000 دينار، فاذا ما تعطيني نسبه انا اروح مستشفى ثاني. شيء هذا نسبة شيء نسبه للشخص نفسه راعي الجروب المسؤول. لا 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 يسوي له خصومات يعني شيء بسيط، لان الناس دافعه هو مو دافع شيء. بالنهايه يعطيهم مثلا تبرعات اي 10% 5% كذي بينه حسب اتفاقه هو بالمستشفى. وطبعا في ناس من فلوس نفسها تدفعها تبرعات، في ناس لا تشتري اكل او شيء ثاني. اكيد طبعا الواحد لازم يسال، اكيد لازم طبعا يسأل. لقينا لازم هجوم قوي منهم لان ما عجبهم الكلام. لا انا يبونا نقول كلام مو صحيح، انا ما اقول كلام مو صحيح، انا قدامي اسويه ما همني يعني صحيح. فلان علان ما همني يعني انا، والحمد لله انا مو ماخذها من ناحيه تجاريه وكذا، يعلم الله لو بطلع تجاره هذا انا اعرف اصيد، انا اعرف من اين يؤكل الكتف، اعرف فعلا اعرف يعني، واشوف حالات قدامي اقسم بالله لو اقول له 100 يدفع 200 يدفع 300 يدفع والله قاعد ورب قصب اجباري يدفع لانه ما له غيري. قاعد اخذ منه 20-30 يعني سعر الاغراض اللي اسويها غير مبالغ، مبالغ رمزيه يعني مو يعني صحيح. يعتبر يعني شفت مالك. الكسر اللي من ساعه جاء طالبين منه شوي. ايه طالبين منه 700 دينار كذا مستشفى عشان الكسر، بس عمليه وغير المتابعه يعني مو اقل من 1500 خلال شهر شهر ونص. 200 دينار انا لين ما يمشي على رجله شريحه وياها صيخ داخل. صحيح شفناها قبل شوي وكان تبديل اعتقد مجانا لين ما يمشي، وطبعا من ضمن ال 200 دينار متابعه وادويه وفيتامينات وكل شيء، ومعطينا يعني مو مقصرين وياه. وانا لو اقول له 500 راح يدفع الشخص هذا ادري. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. وخالد ياذونك اتصالات تالي الليل؟ جدا والله. لا المشكله شوف انا باتصالات والله احاول يعني اذا ما كنت اشتغل ما عندي مشكله ارد عليهم كلهم استفسارات غير بس لا شنو اللي يزعل يعني استفسارات عادي استفسر اي وقت، حتى لو تدز واتساب ارد عليك لو بعد يوم عادي تمام. بس اللي يصدمك مثلا يدق عليك حاله الساعه 11 بالليل 12 بالليل تكون توك راد من الدوام تعبان، فيقول عندي حاله تعبانه من الصبح. اوكي من الصبح ل 9 بالليل كل المستشفيات موجوده كل الدكاتره موجود، ليش؟ يقول ما ادري تسع يعني 11 بالليل لو تعرض علي مبلغ خيالي مستحيل اجيك، الاغراض اصلا ما عندي، فتضطر انك تاجله لليوم الثاني الصبح. اي فالحاله تنطر ما تنطر هذه المصيبه. يقول يعني مثلا عندي قطوه حاولت تولد من الساعه 9 الصبح ما ولدت. اوكي 9 الصبح مستشفيات الكويت كلها مفتوحه، اي دكتور تدق عليه يجيك للبيت، يعني اي واحد تساله يعطيك الطريقه، الامر بسيط جدا. يدق عليك 11 بالليل للحين ما ولدت. يعني الخطا منك يعني انت دائما الحاله الوقت غير صحيح. نعم دائما بدايه الحاله صيدها اي حاله تمشي منها، بس مثلا تدق علي تقول لي عندي مثلا قط او كلب صار له اسبوع او 5 ايام مو قاعد ياكل، هذا راح يموت من الجوع مو راح يموت من مرض ثاني. لو تجيبه بنفس اليوم يعطونا مضادات يعطونا ادويه يسووا له تحاليل يعطونا درب يمشي اموره ما عليه مشكله يعني يعيش بالغالب. التشخيص مهم. التشخيص يعني نفس الحاله من الساعه اللي فيها كالسيفايروس أيه؟ هذا صار لها تلقاها يوم يومين لأن تقول لي يوم يومين مو ماكل. أيه؟ هذا الحين نازلة حرارته عندنا مشكلة في فايروس ونازلة حرارته أقل من 32 يومين ما يبي ياكل تأخرت، فالحين لازم درب ولازم عينة طبعا. ولازم يتأكدون وإن شاء الله يسلك لأنه كبير مو صغير. كبير بالعمر. كبير بالعمر. الله يعطيك العافية. حتى لو حالة يعني نقول طارئة. حالة طارئة تصير بالليل بس ما لها إلا الصبح. تأجل الصبح. تأجل لأن بالليل مشكلة نفس ما قلت لك بالليل. أنت قلت لي معدات مو متوفرة. المعدات ما عندي أنا ودي أخدمك بس معدات ما عندي. مثلا مرة كنت بالمزارع داق علي ب 25 فبراير أنا كانت عندي وياي عدتي واحد من الشباب الله يذكره بالخير ب 25 فبراير الساعة 12 بالليل أو 11 عنده بوليسي من صوت الشراخيات هذا ركض انفتح بطنه هذا كله. فدق علي هذا حالة طارئة بس من حسن حظه أنا قاعد بالمزرعة ما عندي شيء. قريب. إيه بالوفرة هو بشب. قال جايك خلصنا منه متى 3:30 الفجر طبعا عارف. تقريبا 30 غرزة أمورها صارت زينة الحمد لله يعني الكلبة ما شاء الله أمورها طيبة فهي تصير صدفة يعني دائما بعد 9 أكثرهم
ما يقدر يخدمك حتى تدق على دكتور تعرض عليه مبلغ خيالي ما يجي والله. يقول لك ما اقدر تعبان خلص شغلي خلص. اي من اليوم يشتغل او يروح ويجي من الساعه 9 الصبح ما يقدر. تمام. دكتور اول عياده طبعا كانت في الري. بالري وللحين موجوده ان شاء الله. اكيد الله يتمم. هذه الثانيه ان شاء الله. هذه الثانيه. الثالثه ان شاء الله راح تكون اقوى واكبر وشيء 5 ستار ان شاء الله. ان شاء الله راح تكون اخذناها بالضاحيه صباح السالم ولكن قدر الله وما شاء فعل رديناها راح تكون ان شاء الله بنفس الري. نفس الري. نفس الري وراح تكون على مستوى عالي ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كلمه ودك تقولها دكتور حق المربين هنا عندنا بالكويت. والله اقول للمربين اهم شيء الحيوانات اذا بدا عليه تعب او مرض حاول انك توديه لاي بيطري بدايه المرض. تابع تطعيماته بشكل دوري يعني لا تخلي التطعيمات لان سبه التطعيم 5 دنانير ممكن تقطع عليه 200 دينار يعني لا سمح الله حاشا خصوصا يعني بالمجرد تاخير كلاب ايه كلاب او شيء لان البارفو مستوطن بس يحوش فايروس بارفو ادرب اسبوع 10 ايام وتخسر عليه اقل شيء 150 200 دينار غير اختبار البارفو وبالنهايه 50% يعيش 50% يموت. هذا لو جاي انت مطعم بس انت مطعم ما يصير فيه شيء يعني سبحان الله لو مطعمه تصير عنده وقايه لا سمح الله اذا حاش الفايروس ما ياثر عليه يعني تعطيه مضاد حيوي بثلاث اربع دنانير. بالنسبه للولاده مال الولاده هنا متى تبلش تطعيمات خالد؟ قطط كلاب؟ قطط كلاب من اول ما يولد بعدها بشهرين 8 اسابيع يعني قول شهرين. تمام. اول تطعيم وعاد تبلش بتطعيماته يحطون لك مواعيد جدول على الدفتر. الله يعزك كلاب ثلاث تطعيمات والرابع ريبز، القطط تطعيمين والثالث ريبز، القطط يعطونهم ثلاث بس طبعا من الشركه اثنين افضل. تفضل هنا الريبز ابو خالد اللي هو الفايروس. فايروس كلهم فايروس احنا نطعم عن ثلاث فيروسات. كله فايروس. كله فايروس. اللي هو حاليا ريبز لا لا ريبز ما او موجود. اللي موجود مستوطن بارفو. برضه. خاص هذا بكلاب بس ريبز ممكن ينتقل للانسان بس الحمد لله الكويت ما فيه مستوطن بخالد موجود هذا البارفو بارفو موجود بالكويت ريبز ما في بالكويت اللي هو داء الكلب السعار الله لا يجيبه ان شاء الله ايه لا هذا مو موجود الحمد لله فضل من الله مو موجود لله الحمد شكرا لاستضافتك حياكم الله ان شاء الله حلقه ثانيه الله يجزاكم خير ومكانكم ان شاء الله العياده الجديده ان شاء الله يا رب اي وقت تجون تشرفونا على قولتهم مكانكم احنا لنا الشرف باذن الله الله يرحم والديك الله يرحم لكم متابعينا ان شاء الله في حلقه جديده مع ابو خالد الدكتور عبيد العازمي انتظرونا